بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم في الفيديو دوت بسرعة كده عن الـ Sections في Revit وإزاي تعمل إظهار كويس عشان تقدروا تكملوا عليه على فوتوشوب. أول حاجة أنا هحط بس شوية كومنتس على المشروع دوت، ده أظن مشروع حد فيكو، فالمفروض يعني إن فيه كومنتس فيها شفناها فهنقول عليها بسرعة كده. أول حاجة ودي مهمة جدا عندكم كلكم، بس عشان ما تعملش مشاكل في البرزنتيشن وما تعملش مشاكل معاكم بشكل الشاسيه في الآخر. خط السكشن هو خط بيمشي عادي والاسقاط بتاعه بيكون عمودي، يعني خط السكشن دوت قاطع في الاتجاه ده فهيبص في الاتجاه ده، دي معلومه اكيد كلكم عارفينها. بس في مشكله، خط السكشن ينفع يتكسر، يعني ينفع تمسكه وتعمله سبليت سيجمنت. المشكله اللي ممكن تحصل مع بعضكم غير سبليت سيجمنت ان يحصل سبليت بالشكل ده. السبليت سيجمنت او لما يتكسر سكشن لازم السكشن يتكسر داخل نفس الفراغ، يعني ما ينفعش السكشن يمشي في الفراغ ده وبعد كده يخرج يلاقي نفسه بره وخط الكسر دوت يكون موجود بالشكل ده. ده هيطلع لك حاجه زي كده، لو بصيت في السكشن ده هتلاقي مرة واحدة في السكشن بيحصل الشكل ده. ايه الشكل ده؟ ان انا كنت لحد هنا قاطع في سبيس، ومرة واحدة انت مشيت بخط القطع عمودي فلقيت نفسي شايف سبيس تاني بكتلة تانية، فتحس ان السكشن ده جاي من حتة والسكشن ده جاي من حتة. ده مش صح، المفروض انك تتأكد ان خط السكشن يفضل ماشي في نفس السبيس. يعني لو انا بتكلم على مستوى الجراوند فلور هنا، المفروض الكسرة بتاعت السكشن دوت كانت المفروض ما تبقاش كده، المفروض كانت تكون كده، تتنقل هنا كده مثلا وتروح جايبها كده. كده لو بصيت للسكشن ده كده الكسره داخل الفراغ دوت. بس ممكن نبص في السكشن دلوقتي تلاقي نفس المشكله موجوده، لان الموضوع ده المفروض انت ما تطبقهوش على بلان واحد، الموضوع ده المفروض يتطبق على كل البلانز. يعني هنا لو بصيت على بلان جراوند ممكن تلاقي بلان جراوند اتظبط، لكن لو بصيت على بقيه البلانز يعني هتحس ان بلان جراوند هنا بقى ماشي عادي، بس بقيه البلانز ممكن يكون فيها نفس المشكله او نفس الكات موجود هنا. فالصح والاصح والاسرع في الشغل ان انتوا بتعملوا سيكشن تعملوه في السايت او في الجراوند وتتاكدوا ان كل الادوار ماشيه صح. يعني انا عايز اعمل سيكشن قاطع في القاعه وخارج كده، مش شرط اخليه كسر الكسره دي، انا ممكن احسم السيكشن بالشكل دوت ان انا مثلا عايزه يبقى قاطع في باب القاعه عند المدخل وبص في الاتجاه ده مثلا، وبعد كده اروح مكبر السكشن شويه كده ماشي كويس معايا، واروح مرجع السكشن شويه كده كده برضو ماشي كويس معايا. ممكن امسك السكشن واكبر الاريا بتاعته اللي هي الاريا بتاعت لحد هنا، اكبر الاريا دي كده واكبر الاريا دي كده، الاريا اللي هو هيشوفها. بعد كده نفترض السكشن دوت هنا مش ظابط معايا او انا كنت عايز يخرج من الاوضه دي، ممكن امسكه واروح اعمله سبليت سيجمنت، وانا هنا دارس انه هيتكسر الكسره بتاعته كلها قلب الكورد فمش هيخرج من فراغ لفراغ. فلو جيت اعمل سبليت سيجمنت هنا ورحت اعمل كده وحركت النص ده ممكن اجيبه هنا، بعد كده خلاص انا خرجت من الكورد عادي وقطعت في المسرح كله عادي، جيت هنا مثلا لقيت نفسي مش عايز اخرج من هنا، عايز اخرج من الباب، ممكن اعمل سبليت واحركه كده برضو الكسره هنا جوه الفراغ. خلي كل السكشنز عندك تمشي بالتكنيك دوت. كده لو بصينا في السكشن ده هنلاقي سكشن 1 مظبوط شويه عن سكشن بي بي، شكل الاسقاطات بتاعته هتلاقيها عدل اكتر شويه. يعني ده سكشن 1 لو بصيت على الحته دي، بعد شويه هوريكم البرزنتيشن بتاعها ان البرزنتيشن عدل على عكس اللي حصل في سكشن بي بي. هتلاقي بي بي مره واحده في شكل الكات دوت. انت المفروض عشان تسهل على نفسك وتستنتج ان الكسرات بتاعتك صح ترجع تراجع السكشن في كل الادوار، او تراجعها في السايت وتشغل واير فريم عشان تشوف كل اللي تحت وتبين السكشن. بغض النظر عن دوت، هنتكلم دلوقتي عن تاني جزئيه اللي هي ازاي اعمل برزنتيشن لسكشن بسرعه كده. المفروض الفلورز بتتناسب مع شكل المشروع وفي نفس الوقت مع الهايد بتاع الادوار، يعني ما ينفعش انك تبقى عامل لي سبيس زي ده وفي الاخر تبقى عامل لي سك البلاطه دي مثلا 2.2. مبدئيا انا عملت ايديت تايب في المشروع دوت وخليت اغلب البلاطات تبقى 35. ممكن بعضكم يفترض انه يضيف، لو هيعرف يضيف لايرز في البلاطه بحيث ان يبان حتى سمك السيلينج ده بيبان شكله احسن شويه. بعد ما تعمل السكشن بالشكل دوت هنبتدي دلوقتي نكمل برزنتيشن السكشن عشان يخرج الفوتوشوب. اول حاجه اظبطوا الفيو رينج، سوري اظبطوا الكروب فيو بتاعكم ان يجيب لك اكبر مساحه انت عايزها في السكشن، المساحه بالواجهات.
بعد كده دوسوا VV في الكيبورد واخفوا اغلب الحاجات اللي ليها علاقه بالانوتيشنز. لو بعضكم عامل رومز وده صح، المفروض تنزل هنا الكالرنج بتاع الرومز في السكشن عن طريق انك تنزله الكالر في الليجند. فلو في رومز هتلاقي الرومز هتتلون المفروض طبقا للنيم. فلو في رومز المفروض هتلاقي نفس الالوان بتاعت الرومز الموجوده في البلان موجوده في السكشن، بس هنا اصلا ما فيش رومز في المشروع دوت. بس هو دي فكره مهمه شويه. تاني حاجه امسك ده وادوس رايت كليك اعمله هايد ان فيو باي كاتيجوري، او اتعامل بفيزابيلتي جرافيك يعني دوس في في واخفي كل حاجه ليها علاقه بالانوتيشنز. في الغالب ما بيبقاش فيه اي انوتيشنز في السكشن، يعني ممكن تروح اعمل كده. وكده كده الكالر فيل هي مش انوتيشن، الكالر فيل هي عباره عن حاجه كده كده اجباري بتبان في السكشن لان هي تبع الرومز، والرومز 3 دي بالنسبه للريفت. بعد ما تخفي دوت امسك الفيو ريجن واخفيه. ده كده شكل السكشن هيطلع لك، بس البرزنتيشن بتاعه ممكن ما يكونش كويس قوي. خلاص ظبط البرزنتيشن زي ما انت عايز. في سيشن كامله انتوا خدتوها عن الجزء بتاع الجرافيك ديسبلاي اوبشن والفيزابيلتي جرافيك. بس المهم دلوقتي مثلا في الفيزابيلتي جرافيك ان انا عايز كل الحاجات اللي قاطع فيها تبان في بنفس البرزنتيشن. طب انت قاطع في ايه؟ ممكن تعمل كنترول وتمالتي سيلكت، يعني مثلا قاطع في الفلورز وقاطع مثلا في وولز وقاطع في توبوجرافي لو في سايت وفي رد، وقاطع في سايت اليمنتس ممكن يكون في بيلدينج باد او اي حاجه، البيلدينج باد بتندرج تحت السايت اليمنتس، وقاطع في روف. دي اخر حاجه ممكن اقطع بيها، ان انا ممكن اكون قاطع في روف، الروف الار تحت. اوكي خلاص امسك الحاجات دي كلها اقول له عايز اللاين بتاعها مثلا. مش شرط هنا الهاتش يكون اسود، انت ممكن تختار حسب شكل البرزنتيشن اللي انت عايزه. يعني مثلا عايز البرزنتيشن يكون باللون ده مثلا، خلاص اختار اللون دوت واخلي اللاين بتاعي سوليد، وممكن ازود الثيكنس بتاعه شويه عشان القطع يبان تخين، يعني مثلا اخليه 4 او 5. بعد كده هختار الباتر، هقول له الباترن برضو خليها لي نفس اللون مثلا، وخليني الباترن دي سوليد. انت كده ظبطت السكشن عندك بالشكل ده. في الحاله دي بدا يبان شويه انت قاطع فين ومش قاطع فين، وبدا يبان شكل البرزنتيشن بتاع الحاجه اللي انت قاطعها. عشان البرزنتيشن يزيد شويه ممكن تزود شويه حاجات، او مثلا يعني حاجه زي كده عايزه يبان قاطع فيها. امسك الحاجه دي اعرف هي ايه. لقيت الباترن دي توصيفها بيكون كيرتن بانلز، ولقيت ده مثلا السوليد ده جينيريك موديل، خلاص يبقى دوس في في واقول له خد لي كمان معاك الكيرتن بانلز، وخد معاك كمان الجينيريك موديل، اتش فاك فاير فايتنج جينيريك موديل، واديلهم نفس اللون مثلا، ان الكات بتاعهم يبان باللون ده والهاتش بتاعهم يبان سوليد. اي حاجه انت عايزها في السكشن تبان كات بشكل كويس حاول تخليها تاخد نفس لون البرزنتيشن. الى حد ما ده هيظبط شويه معاك، ان الحاجات دي هتلاقيها بدات تبان في القطع بشكل مختلف شويه او سود الاجزاء دي، يبقى انا كده شايف دول في الغالب الفيشن او مش قاطع فيهم بشكل عملي. ماشي كده احنا عملنا برزنتيشن للسكشن بالشكل ده. ممكن بقى حاجتين، ممكن بعضكم يحب البرزنتيشن بالشكل ده، او بعضكم يحب الموضوع يبان شيدد طبقا للكالرز اللي هو مفترضها في الماتيريال. خلاص ده كويس شويه. طب عشان نبين الموضوع شغل كمان شادو. اول ما تشغل شادو هتلاقي الموضوع باين بالشكل ده. نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده في البلانز، في الشادو اظبط في السان سيتنج ان زاويه الشادو تكون قليله خالص، يعني مثلا اخلي دي 175 واخلي ده مثلا 10 او اخليه 5 درجات، هخليه قليل قوي في السكشن لان عندها العمق في السكشن عالي قوي. فلو خليت دي كبيره هتلاقوا الميل موجود عالي قوي. خلاص كده الى حد ما شكل السكشن لطيف، في شادو هنا الشادو مبين السكشن. مهم جدا ان الشادو يخلي السكشن باين، الموضوع ما يبانش شكله غريب. خلاص تعالى هنا كمان دوس على بص كده الاجزاء دي الحته دي كده، انا كده مشغل الشادو بس. هدخل هنا على الجرافيك ديسبلاي اوبشنز وهشغل البينت شادو. هتلاقوا في الحتت اللي فيها كورنرز او تكسيرات او كده هو بيحاول يغمق شويه عشان يديك افكت انه ريل شويه. بعد كده هنيجي هنا كمان ممكن يعني نعدل في اللايتنج، وانا بفضل دوت انك تخلي الشادو برده زي البلانز يبقى خفيف شويه 30 20% مش فارق. هتلاقي الشادو بقى باين بالشكل دوت، وممكن حسب البرزنتيشن اللي انت عايزه. يعني حاسس السكشن كده كويس ماشي، عايز تفتح شويه السكشن زود السان شويه.
عايز تفتح السكشن اكتر زود الامبينت لايت شويه. عايز تسيبك من الكلام دوت كله وتظبط في الاخر الموضوع فوتوشوب براحتك، يعني السكشن زي ما انت عايز. عايز تقلل ده خالص وتزود الامبينت لايت، الموضوع بيرجع للي انت عايزه في الاخر. خلاص احنا كده ظابطين ده، خلي دي كده مثلا ودي كده عشان ما يبقاش فاتح قوي، واعمل ابلاي. خلاص ده كده الى حد ما شكل السكشن عايزه. المفروض ان انت تشوف تحت هنا البيلدنج باد بتاعتك، وتشوف البيلدنج باد سوليد، والمفروض البيلدنج سوري السايت اللي تحت البيلدنج باد او التوبوجرافي. طب هي مش هتبان هنا، حلين. اول حل نروح ننجز الموضوع اصلا فوتوشوب، تاني حل نعمل ريجون ونرسم في الريجون الشكل اللي احنا عايزينه، باين هو خط مثلا انفيزبل لاين او ثين لاين، ونروح حاسمين شكل السكشن اللي احنا عايزينه. وليكن مثلا انا شايف شكل السكشن المفروض يمشي كده كده كده. اظبطوه بقى يعني في الرسم، يعني انا هرسم كده بسرعه. يعني المفروض الكلام ده كان يتعمل قبل ما نعمل الشادو عشان ما يتقلش معانا الفي ار فاضي كده. وراجعوا بقى، يعني انا عندي هنا مش عارف هو ده بيزمنت ولا مش بيزمنت، راجعوا البلانز بتاعتكم. يعني هو ده كده ماشي، يا قصدي مش قصدهم بيزمنت زي كده ماشي اوكي، والبيزمنت ماشي في المساحه دي كلها لحد هنا مثلا، ممكن يكون عندها حفر لحد هنا مش عارف الكيرتن ده جايب واجهه ولا ايه. بعد كده ده رد، بس هذه العلاقه دي كده مش منطقيه. بس هو خلاص ده كده شكل السكشن اوفر اول. هعمل هنا لاين واروح نازل لتحت واروح مقفل دي كده، واخلي الهاتش بتاع دوت ما يكونش عادي، اخلي الهاتش بتاع دوت يكون، ممكن اخلي الخط ده انفيزبل لاين، بس اخلي الهاتش بتاع دوت يكون سوليد، والسوليد بتاعه ياخد نفس اللون اللي انا مفترضه في بقيه الحاجات. خلاص انت كده ظبطت شكل السكشن. في بعض الناس لو ظبطت الماتيريال بتحب الموضوع يخرج رياليستيك، مش عادي. في كومنت كمان مهم جدا في السكشن انا ظبطته في الفايل دوت قبل ما افتحه من شويه، ان المفروض لازم تراعي اماكن الدورز دي. يعني بعضكم لما بيجي يرسم قاعه مؤتمرات او اي حاجه بيخلي الدورز دي في الليفل من غير اوفست، يعني مثلا يقول له خلاص في ليفل زيرو، ويروح حاطط الباب دوت، ويروح حاطط الباب دوت كمان في ليفل زيرو. في الحاله دي هلاقي شكل الابواب عامل كده، اه في ليفل جراوند خلاص، ده في ليفل زيرو ده في ليفل جراوند، يحط الابواب زي ما هي خالص. المفروض ان تظبط الابواب طبقا للاوفست بتاع المكان اللي هتخرج منه، فمنطقي عشان السكشن ما يبانش بالشكل ده وتضطر تقعد تظبط فوتوشوب، يبقى اعمل بس الاين لكل الدورز والويندو طبقا للمناسيب اللي انت عايزها كده مثلا. انا مثلا عايز ده في منسوب الحته دي عشان في بسطه مع الهيل مثلا او اي حاجه، فهعمل كده. كده انت ظبطت شكل السكشن الى حد ما، شكل السكشن كده كويس. فاضل لك حاجه ممكن تتعمل في الاخر على فوتوشوب، او ممكن تعمل هنا انك ممكن تيجي هنا وتروح عامل سكاي برضه طبقا للبرزنتيشن اللي انت عايزه، يعني اللون اللي احنا اخترناه دوت ممكن تخلي سكاي جراديانت، وتخلي مثلا لون الجراوند بتاع السكاي هو نفس اللون بتاع الارضيه اللي احنا مفترضينه عشان يكمل مع الارضيه، وتخلي مثلا لون السماء مثلا باللون دوت بس الفاتح بتاعه مثلا حاجه كده، بحيث تبقى السكشن كله واخد نفس التوناليتي شويه بنسبه كبيره، هتلاقي السكشن طالع معاك كده. كده السكشن ده الى حد ما بنسبه كبيره يعتبر جاهز للبرزنتيشن، هتروح بس فوتوشوب تظبطه. لو اللاين ويت هنا مش عاجبك، الخطوط بتاعه الاسقاط مش عاجباك بالشكل ده، ممكن تدوس هنا وتخلي نوع الخط بتاعها مش نان، تخليه حاجه اسمها ثين لاين، كانت تخلي السلويد بتاع كل حاجه ثين لاين. لو مش عاجبك الثين لاين ممكن تعمل ايديت في الثين لاين وترفع اكتر شويه لو ما رفعش معاك، بس الى حد ما شكل الاسقاط كده كويس بنسبه كبيره. كده احنا خلصنا البرزنتيشن بتاع السكشن. طيب السكشن ده عجبني والبرزنتيشن زي الفل، في بقى حاجه مهمه كمان. طب نفترض السكشن عايز تقطعه ميل، الكلام ده معماريا مش موجود. يعني لو جيت في جراوند وافترضت نفس الفرضيه مثلا، انا عم في جراوند والسكشن عندي مش عايزه كده، انا عايز السكشن عندي يمشي في القاعه دي كده، يعني هنا الموضوع مش موجود، بس انا هو خيالي هنا شويه يمشي في القاعه دي كده وبعد كده يمشي في ده كده، السكشن هيمشي هيدر كده وبعد كده يمشي مايل كده. في الحاله دي ما يبقاش سكشن واحد، في الحاله دي انت بتروح عامل مانيوال عامل سكشن واحد، عامل كلوز هنا، عامل سكشن هنا كده مثلا ماشي، هو ماشي كده مثلا
وبص في الاتجاه دوت، وتروح عامل سيكشن تاني كده، السيكشن ده اسمه ايه، وتروح عامل سيكشن تاني كده وسامي السيكشن ده بي. ممكن تمسك السيكشن دوت تحركه شوية كده وتمسك السيكشن دوت تحركه شوية كده أو تكبر شوية كده، كبر دوت شوية. خلاص أنا عارف إن الحيطة دي هي اللي هتركب الاتنين في بعض، الحيطة دي هي اللي هتركب السيكشن ده في السيكشن ده. الفكرة هنا إن ده معماريين يعتبر مش سيكشن واحد، يعتبر سيكشنين. فأنت لما تيجي تجمع فوتوشوب هتروح ماسك السيكشنين دول كده، سيكشن 2 سيكشن 3، تروح ماسك سيكشن 2 حطه جنب سيكشن 3 في الشاسيه، وتخلي الاتنين ملزوقين في بعض بالظبط، وتحط خط قطع بين الاتنين. يعني هتمسك دوت تخلصه وتروح ماسكه، مثلا همسك الاتنين واروح اعمل اللي احنا عملناه هناك، ابلاي فيو تمبلت. الاول نمسك الفيو ده زي ما عملنا في البلانز، ونقول له كرييت تمبلت فروم فيو، ونقول التمبلت دي اسمها سيكشن مثلا. بعد كده اروح ماسكين دول وراح عامل لهم ابلاي فيو تمبلت، ونختار الاسم سيكشن. خلاص هتلاقي الكلام هنا هيظبط على نفس اللي كنا ظابطينه هناك. تعمل فيلد ريجون تحت بنفس الشكل، بعد كده تروح جاي لاغي الكروب بتاع ده، وتروح لاغي الكروب بتاع التاني، واعتبر ان انت هجمعها في فوتوشوب، هجمعها في فوتوشوب. بس لازم ومهم جدا انك تحط خط قطع في النص. يعني انا جاي هنا هفترض مثلا ان انا هعمل شيت هجمعهم فيه وخلاص. هي يا زملائكم هنعمل شيت باني، ماشي مش مهم، نعمل شيت جديد، شيت شكله تقيل حاطه فيه فيوز كتيرة. ما كان عملنا نروح مكان الشيت، هاي أظن ظبط الشيت بالسايز الكبير بتاعه. ماسك تعمل ديليت مؤقتا وأعمل كلوز هيدن، وراح قايل له هنا أنا عايز سيكشن 2 سيكشن 3. خلاص دول كانت سيكشن بتوعك، يعني المفروض بقى تبقى اللي أنا بقوله. لما تنزل 2 سيكشنز كده ممكن تعمل الكلام دوت ريفيت، بس انا بفضل انك تعمل فوتوشوب للتسهيل. يعني تروح نازل دوت كده، بعد كده تروح ماسك السكشن دوت اعمل له اكتيفيت مثلا، بعد ما اعمل له اكتيفيت احنا عايزين نلغي الفريم بتاع كروب. بعد كده نعمل له دي اكتيفيت، هتلاقي المفروض طبقا للتمبلت بتاع شكل السكشنز والكلام دوت، الموضوع لما يتركب جنب بعضه كده هو المفروض هيسناب على المستوى الهورزونتال لوحده، وانا هظبط في الفيرتيكال. الصوت ده هيبان كده كده هظبط هورزونتال وظبطنا فيرتيكال الاتنين يجوا جنب بعض. المفروض بقى زي ما قلنا على الفوتوشوب هتروح خط قطع في النص عشان الموضوع يبقى واقعي شوية. يعني ممكن امسك دلوقتي وحركها شوية مانيوال بالاسهم، هتلاقي سيكشن منطقي زي ما يكون بيكمل بعضه. بس قلنا من شوية ده مش صح قوي، عشان خاطر لازم في النص تروح انت عامل خط قطع هنا، عشان اي حد يشوف السيكشن يفهم ان انت غيرت خط قطع بتاع السيكشن بتاعك. ده كده جزء السيكشنز اللي هتخرج ان شاء الله للفوتوشوب. هنعمل اكسبورت ازاي؟ هنعمل اكسبورت زي في الفيديو بالظبط موجود بتاع الاليفيشن، سوري البلانز. ان انت تروح جاي في البلان وعامل فايل اكسبورت بريزوليوشن 1/100، بريزوليوشن 1/150 بزوم 100%، واتأكدنا في الموضوع دوت في الـ plans والـ export.